خصنا يعني نفكو بشكل واضح على شنو هما الاولويات اللي بغاو المغاربه. ودنا جوله ديال 13 جهه، مشينا عندهم كلهم واستمعنا لهم، ودنا السونداج في الوسط ديال القاعه بحال هكذا، والناس عطات اولويات، ودنا السونداج على بغا ديال القاعات، وخرجنا ما يسمى بمسار الثقه اللي عطى الاولويات ديال التعليم الصحه والشغل. ولا عندنا برنامج يعني سياسي اقتصادي واضح الملامح الى قريتوه بانه ما فيهش الغموض، بانه برنامج اللي اشتغلنا عليه. كملنا هذا البرنامج عطينا انطلاقه بانه قلنا هذه المكاتب السياسيه ديالنا حنا كنديرهم في الرباط، ما عرفتش كيعاودوا لنا الاخوان في الجهات، والناس ما كيعرفوناش الجهات، وما كنعرفوش الحقيقه كيفاش كاينه، حنا غادي نمشيو. خرجنا المكاتب السياسيه، قلنا ما نبقاوش نديروا المكاتب السياسيه داخل الرباط، مشينا ل 12 جهه، ما مشيناش للجهه 13 نهار نجيو نديروا ان شاء الله عندكم. مشينا ل 12 جهه ودرنا اجتماعات ديال المكاتب السياسيه يعني في المناطق اللي هي بعيده، ومشينا للمناطق كلها وفي 12 جهه وسمعنا الناس، وكانت لقاءات خاصه ماشي غير فقط المكتب السياسي ولا كذلك مع لا بوبيلاسيون ومع الساكنه. من بعد كملنا هذه، بدينا مسار جديد، قلنا باش تعرفوا بانه هذا حزب الانصات، بدينا مسار جديد هو برنامج 100 يوم 100 مدينه. 100 يوم 100 مدينه كنعرفوا بانه هاد المدن اللي تكلمنا عليهم راه تقريبا غادي يكون فيهم 40% ديال الساكنه في 2030، وما عندهمش التعيينات وما عندهمش عندهم واحد العدد ديال المشاكل، وما عملناش هذا البرنامج باش يكون برنامج ديال لا كريتيك ولا باش نديروا به السياسه ولا باش نضربوا به افراد ولا هذا ولا لا، عملنا باش فقط نجيبوا الناس وندوزوا ونجلسوا معاهم ستيل اغورا، وكنصيبوا الطوابل وكنجلسوا وكيكون واحد النقاش وكيتهزوا الوان، وبلي كيتكلم واحد لا تيماتيك كل عنده لا سينيفيكاسيون ديالو، واش هذا خصو مشروع سياسي خصو يدا، واش هذا قدام ولا ما مزيان، الا جبد لك الحمراء عرفتي شنو هي، الا جبد لك لونها الاخضر عرفتي بانه مزيان، وكيكون واحد النقاش وكيتكتبوا يعني هذوك المعلومات كلهم كل طبله بطبله، ومن بعد هذاك الشيء كيطلع وكيوصل وكيدا واحد الكونت روندي، وكل مدينه غادي يكون عندها البرنامج. مع الاسف السياسيين ضعاف، قال لك بان هذوك الطوابل كنديروا للناس الماكله وكنتغداو معاهم، وحسبوا بقاو كيحسبوا لقاو قال لك 25 مليار، ما كاينش الناس كتجمع بين 3 وال 5 ونص ديال العشيه، ثلثين ليس من الاحزاب، وهذيك اهانه للمواطن باش تقال بهذيك الطريقه، هذاك السب والقذف المواطن، كل واحد خصو ياخذ فيه المسؤوليه ديالو. وهاد الناس كيجيو كيستمعوا كيعطيو الافكار ديالهم، وحنا من بعد غادي نجيو ان شاء الله وغادي نعطيو البرنامج ديالنا ديال المدن بصفه عامه والخصائص اللي كاين في كل منطقه وفي كل مدينه. حنا ملي كنجيو عندكم كذلك انتم كتشوفونا، خدينا جوج دقائق ثلاثه دقائق في الاخر باش نتكلموا فقط بوغ رياجير الكلام ديالكم، ولكن حنا جينا بالخصوص باش نسمعوا لكم. راه السياسه راه هي الانصات ديال المواطنين، واش يعقل ان في المدن ديالنا ديال المغرب ما كاينش واحد الكانال بين المواطن والبلديه، بين المواطن ولا كومون، هذا كاين الغيب الغاء خدام والمواطن عنده مشاكل، فين يتلاقاو؟ فين يكون الحوار؟ فين يقول لي الاولويات اللي بغيت؟ يمكن دابا ملي كنقولوا هذا الشيء عاد غادي يبداو ينوضوا يتحركوا باش سميتو، ولكن ما فيها باس لان في صالح البلاد. انا متيقن انه الاخوان هنا اللي هما عندهم يعني المسؤوليه في لي كومين وداك الشيء، ما يمكنش انكم ما عندكمش مع المواطنين
يعني واحد الاتصال، واحد البلاصه فين كتجمعوا، واحد البلاصه فين كتلاقاو، واحد لو غيزو واتساب بيناتكم كتقولوا هذه مزيانه هذه ما مزياناش، واحد العرض اللي كيجيبوا لكم، هادشي ما كاينش. فلهذا الاغلبيه ديال البرامج اللي معمولين في المغرب مشاو في الاستثمار ديال الانفراستركتور ديال هذا، وهذاك ماشي هو اللي بغاو الناس. هادشي ما بغاوش الناس، الناس بغاو حاجه اخرى. وهذيك الحاجه الاخرى غادي نجيو ليها ان شاء الله، وغادي نديفلوبيها وغادي نديرو بها برنامج سياسي، ما غاديش نقولها اليوم. اذا ما غاديش نطول عليكم بزاف، بغيت غير نقول لكم بانه حضوركم حضور كبير كيشرفنا. الى كل واحد من عندكم تكلم مع 20 واحد اللي غادي يرجع للمنطقه ديالو غتوليو 20,000. الى كل واحد من هاد العشرين تكلم مع 10 الناس في المغرب من العائله ديالو غنوليو 200,000. غادي تكون فقط ميلون ساهمت ب 200,000 يعني دعم المنطقه. راكم كلكم مهمين، وانا كنشوف القاعه مملوءه حتى لاخر دقيقه، وكنشكر الناس خصوصا للله اللي جالسين واللي كنحييهم وكيسمعوا، ولا الناس اللي واقفين. انا كنحييكم لان كاين اللي خرج في 5 الصباح، كاين اللي خرج في 4 الصباح، كاين اللي جا في 6 الصباح، 7 ديال الصباح. حنا هذاك الشقه ديالنا قدام الشقه ديالكم راه ماشي لا ميم شوز، ولكن خصكم تعرفونا، خصكم تسمعونا، خصكم تعرفوا هاد الوجوه كيفاش كيشتغلوا، وعلاش هاد الوزاره في الحكومه كيشتغلوا من قلبهم، كيحبوا الناس، كيحبوا المواطنين، لان سيدنا كيبغي الناس وكيبغي المواطنين، وكيقول لنا عاونوا الناس. حنا ما كنجيوش نديروا العصيده الرويضه في يعني العصافه الرويضه. حنا ما كنجيوش نديروا العصا الرويضه للناس المستثمرين. حنا كنفرحوا باللي كيجيو ويقول لي ايه انا غادي نربح وانا غادي نزيد وهذا. حنا كنفرحوا باللي يكونوا الناس اللي هما يعني رجال الاعمال، ولا الناس اللي هما في التجاره ولا هذا، واللي مستعدين يدخلوا السياده يجيبوا القيمه المضافه ديالهم، هذاك الرباح ديالنا وديال البلاد. فهمتي؟ ماشي اللي عنده مشكل ولا هذا وبغى يخلي السياسه هي راسو. السياسه خصها تدار الناس اللي بغاو يخدموا، اللي بغاو يشتغلوا، اللي بغاو ينجحوا. وخص النجاح تبارك الله كلكم اغلبيه ديالكم دون لا في الحياه كاين دي هو كاين دي با، هذه ديفيكولتي، ولكن ربي دائما كبير ودائما الامل كيكون. واللي شوف اللي بوزيتيف واللي عنده الامل راه هو اللي غادي ينجح، لانه ربي دائما غادي يحل ليه البيبان. وانا لانه كاين الكفاءات، اما هذاك اللي كيجي ويبكي ويغوت وغيان ماش وهذا وهذاك الحزمه ديال هذاك الشيء بعدوا منه، ما تهضروش معاه. هذه وصيه زعما، ما غادي يلوث لكم الجو. قلبوا على الناس اللي هما بحالكم اللي بغاوكم تنجحوا، لانه النجاح ديال كل واحد فيكم هو النجاح ديال بلادنا، النجاح ديال وطننا، النجاح ديال الملك لان الله يصو. الله يحفظكم، شكرا لكم. واحد